موسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد. أهلا بك سيد رضي. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. إذا يعني يومين يفصلاننا عن عيد الاستقلال الذي يراه كما يراه الشعب. في 14 من أغسطس عام 1971 أعلن استقلال البحرين، نمهد اليوم لاستعادة الذكرى. ماذا يعني هذا اليوم للشعب البحريني؟ لا شك أنه يعني الكثير، يعني تضحيات الجسام التي قدمها الشعب البحريني طوال تاريخه منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى ساعة الاستقلال في 14 أغسطس 1971. هذا يعني أنه هذه التضحيات لم تذهب سدى، ولم يعني كما يقال أن في النهاية حصل البحرينيون على استقلالهم وانتهى الانتداب البريطاني على البحرين، حيث سبقه لذلك إرسال مندوب للأمين العام للأمم المتحدة السيد جوشياردي ممثل الأمين العام، التي استقصى فيها حقيقة الوضع عندما كانت تطالب إيران الشاه بتبعية البحرين لإيران، وخلص إلى أن الشعب البحريني بكل مكوناته هو يريد دولة مستقلة ذات سيادة، دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وبالتالي يمكن القول أنه 14 من أغسطس هو يوم فاصل في تاريخ البحرين كدولة والبحرين كشعب. نعم، مضى على هذا الاستقلال وعلى يوم 14 من أغسطس أكثر من 40 عام، ومع ذلك ظل هذا اليوم يعني بنظر النظام يوما عاديا. برأيكم ما هو السبب؟ لا، هو ليس يوما عاديا حتى بالنسبة للنظام السياسي، لأن الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة ألقى خطاب في يوم الاستقلال، وكذلك سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة ألقى خطاب في يوم الاستقلال، وأعتقد أنه أسست البحرين الحديثة في ذلك اليوم عندما التحقت بمنظمة الأمم المتحدة ومن ثم بجامعة الدول العربية كدولة مستقلة ذات سيادة. ولكن لماذا استبدل؟ لماذا استبدل بالسادس عشر؟ من الأشكال. نعم، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتنكر أحد إلى هذا اليوم العظيم الذي شهدته البلاد وشعبها. نعم، ولكن لماذا استبدل هذا اليوم بيوم 16 من ديسمبر، وفيما بعد الملك حمد أيضا أضاف يوم 17؟ نعم، أعتقد أنه كنظام سياسي يعني نحن في مطلع الـ 2002 كنا نتحدث وبصوت مسموع بأنه ليحتفل النظام بالأيام التي يريدها، ولكن يجب إحياء 14 من أغسطس هو يوم استقلال البحرين، ويجب أن نعزز هذا اليوم، ويجب أن نكرس له الكتب المدرسية بحيث يعرف الطلبة تاريخ آبائهم وأجدادهم والذين ضحوا من أجل هذا اليوم، لأن هذا اليوم لم يأتي سدى ولم يأتي برغبة من طرف واحد من الجانب البريطاني، ولكن بعد سلسلة انتفاضات واحتجاجات سياسية للاستعمار البريطاني تمكن الشعب البحريني من الحصول على استقلاله، وجاء هذا متوافق أيضا مع التوصيات أو التقرير الذي صدر عن لجنة تقصي الحقائق الذي قادها المندوب أو الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جوشواري، وخلص إلى أن البحرينيين يريدون استقلال بلادهم. وبعدها بيوم في 15 من أغسطس هناك رسائل متبادلة بين المندوب السيامي البريطاني وبين الحاكم البحرين آنذاك المرحوم الشيخ عيسى، التي تم التأكيد على إلغاء المعاهدات السابقة التي وقعت في 1820 و1889، وأسس إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين الدولتين المستعمرة والمستعمرة. يعني لا يمكننا القول اليوم بأن استبدال يوم 14 من أغسطس بيوم 16 من ديسمبر هو تعبير عن أن هذا اليوم المقصود هنا يعني أو بالأحرى مفهوم الاستقلال يمثل الملك
وليس البلد وليس الشعب. لأن أعتقد أنه كما سبق وأشرت بأننا نريد يوم 14 أغسطس هو يوم العيد، عيد الاستقلال، ويجب الاحتفال فيه رسميا. الآن الجانب الرسمي لا يريد أن يظهر هذا الجانب، ويريد تاريخ جلوس حاكم البلاد الراحل في 1961. وأعتقد أنه قد يكون هذا جانب من حق الحاكم أن يحتفل بيوم جلوسه على العرش، وأعتقد من حق الشعب أيضا أن يحتفل بيوم استقلاله في 14 أغسطس. طيب، عدم الانضمام إلى إيران موقف الشعب يومها، هو هذا كان موقف الشعب، لماذا اليوم تتهم المعارضة بولائها لإيران؟ هو اتهام المعارضة ولائها للخارج ليس جديد، منذ أيام الاستعمار البريطاني في الخمسينات روج المندوب السامي البريطاني والآلة الإعلامية البريطانية وكذلك النظام بأن هيئة الاتحاد الوطني هما تابعين وموالين إلى النظام المصري الناصري، وهذه في مرحلة الخمسينات. ومرحلة الستينات أيضا جرى الحديث عن الولاء للاتحاد السوفيتي وإلى مصر وإلى اليمن الديمقراطي، وفي السبعينات كذلك. وهكذا كل ما تحرك الشعب في حركة احتجاجية ليطالب حقوقه المشروعة تلفق المعارضة بأي نظام في الخارج هو يصد النظام السياسي أو يختلف معه بقليل أو بكثير. ولكن الحقيقة الواقع أن عندما توجه اتهامات المعارضة بأنها تجه إلى إيران، نحن نقول بظرف قاطع بأننا وطوال السنوات الماضية وحتى أحيانا بعض المتشددين في الجانب الإيراني أو المتزمتين الذين يطلون علينا بعض التصريحات الاستفزازية، نحن نرد عليهم بشكل واضح وبضرس قاطع بأن البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة ويجب ألا يتدخل أحد في شؤونها الداخل. هذه المسألة حسمها الشعب البحريني بسنته وشيعته وبكل مكوناته منذ أن جاء موفد المبعوث الأمم المتحدة في 20 سنة 1970، وخلص بعد عدة أشهر بتقرير وافي إلى الأمين العام للمتحدة، والتي على ضوءها تم إعلان استقلال البحرين واعتبار البحرين دولة مستقلة ذات سيادة. تم تدشين دستور العقد بين الحاكم والمحكوم في سنة 1973 والبدء في تجربة برلمانية ناجحة، إلا أن النظام سرعان ما انقلب على هذه التجربة في شهر الاستقلال نفسه عام 1975. ماذا استفاد النظام حتى هذه اللحظة؟ يعني هل ما فعله مكنه من الحكم؟ يعني هو مدد الدولة الأمنية، ومنذ العام 75 عندما تم حل المجلس النيابي الذي كانوا يسمى المجلس الوطني وهو السلطة التشريعية، وتعليق العمل بمواد دستور 1973، دخلت البلاد منذ أغسطس 75 حتى سنة 2001 في حقب ما يسمى بقانون تدابير أمن الدولة السيء الصيت، الذي حكمت في الدولة الأمنية كل مفاصل البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولكن بعد العام 2001 عندما جاء الميثاق وتم التصويت على الميثاق بأغلبية ساحقة، أكثر من 98% من الشعب البحريني صوت بناء من الميثاق، ودخلنا في مرحلة جديدة وهي مرحلة الشهر العسل الذي امتد لعام كامل بين النظام والمعارضة. ولكن بعد ذلك جاء دستور 2002 ليقلب الموازين رأسا على عقب. ولكن ما حصل منذ العام 75 وحتى العام 2002 تمت أكثر مراحل القمع والظلمة في تاريخ البحرين السياسي حدثت في تلك الفترة، حيث كانت محكمة أمن الدولة تزج بالمعتقلين في السجون لسنوات عديدة دون تقدمهم لمحاكمات عادلة، بل تقدمهم لمحاكمات صورية وتجدد لهم كل 6 أشهر أو كل سنة. اليوم النظام
استفاد بقبضته الأمنية، ولكن البلاد خسرت مرحلة مهمة أكثر من ربع قرن من عملية التنمية المستدامة خسرتها البلاد، وأشعش الفساد المالي والإداري طوال هذه السنوات، وتراجعت البلاد للخلف. والآن أيضا نحن يعني نحصد النتائج السلبية لتلك المرحلة، وخاصة بعد أن تم الانقلاب مرة أخرى على ميثاق العمل الوطني في العام 2002 بإصدار دستور بإرادة منفردة. نعم، منذ ذلك التاريخ يعني كما قلت يعني الشعب تعرض لكثير من القمع ولكثير من الممارسات والانتهاكات من قبل النظام، وحتى اللحظة ما زال مستمرا في نضاله حتى هذه اللحظة اليوم وبعد أيضا 14 من فبراير. يعني ماذا استطاع أن يفعل هذا الشعب من خلال نضاله المستمر منذ العام 1975 وحتى هذه اللحظة؟ نعم، الشعب البحريني ما هو لا يزال ما ممسكا بالجمر بنضاله المشروع، متمسكا بسلميته بحضاريته، وأعتقد أن هذا جزء مهم من الإنجازات التي حققتها المعارضة السياسية وجمهورها والشعب البحريني بعمومه. خف وطأة الاحتقان الطائفي نتيجة للوعي الكبير الذي مارسته المعارضة عندما أريد لها أن تنجر إلى مستنقعات طائفية والاحترابات طائفية، ولكنها تلقت ضربات قاسية بما فيها عمليات القتل خارج القانون وآلاف المعتقلين والجرح والذين هاجروا والذين أجبروا على مغادرة البلاد والذين سحبت جنسياتهم. كل هذه التضحيات كان يقدمها الشعب البحريني وهو متأكد من أنه يسير على طريق النصر لتحقيق هذه المطالب من خلال الإصلاح الجذري الذي يمكن أن ينقل بلادنا من حال سيء الذي نعيش فيه اليوم إلى حال أكثر متقدم نستطيع أن نضاهي به الأمم. بالعودة إلى يوم الاستقلال، يعني يومين للاستقلال، يوم للشعب ويوم للنظام، ألا يهددان الوحدة الوطنية؟ لا أعتقد، لأنه رجالات الاستقلال هم يعني لم يكن الاستقلال محصورا على فئة دون أخرى. كان الاستقلال هو المعبر الحقيقي عن حالة متقدمة من الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي المتقدم المتراف الذي قال كلمته الفصل في خلال مارس وأبريل 1970 عندما قال أن البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة. وبالتالي هذا يتذكر الأهل الآباء الأجداد في سواء كانوا في شارع البدية أو كانوا في المحرق أو في الرفاع، كانوا ينتظرون، وكانت الاحتفالات في يوم الاستقلال غامرة كل مناطق البحرين. وإن أن أن مسألة 14 أغسطس هي محطة جامعة لكل البحرينيين وليست محطة مفرقة. في يوم 14 أغسطس ما هو مشروع المعارضة؟ هل لدى المعارضة من أشياء ربما تقدمها، من أجندة ربما تقدمها في هذا اليوم نظرا لأهميته لديكم؟ نعم، المعارضة السياسية وطوال تاريخها هي تقدم مبادرات مستمرة. نحن في مع 14 أغسطس هو عملية تأكيد واستمرار للعمل النضالي السلمي الحضاري الذي يخوضه الشعب البحريني رغم التضحيات. نؤمن بأنه هنا أن هذا المفصل، هذا اليوم التاريخي، ندعو الجميع إلى تذكرة واستخلاص الدروس الحقيقية التي أدت إلى استقلال البلاد والحفاظ على أمنها وعلى سلمها الأهلي واستقرارها الاجتماعي. أعتقد أن ندعو الجميع بأن يتمسك بهذا اليوم، هو اليوم الفاصل، اليوم في يوم الوحدة الوطنية، اليوم الذي تعهد فيه الحاكم بتحقيق المطالب الشعبية، وهو تحقيق العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم المتمثل في الدستور. وقد جاء الدستور في 73، وسبق إلى ذلك مجلس تأسيسي وضع الدستور ووافق عليه وأيده الغالبية الساحقة من الشعب البحريني، إن لم تكن كل الفئات من الشعب البحريني. وأعتقد كانت تلك المرحلة ممكن أن تؤسس إلى 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 دولة عصرية حديثة لولا أن تم الانقضاض على دستور 73 في صيف
75.